سوف أكله حيا أو ميتا، المهم إني هاكله. والله العظيم جميلة. مش كلام فامباير. في محل في السوق المركزي بيبيع لحم الخيول بس. كل السودان هنا بيسموه كاوكاو. فده فلان بالكاوكاو. عامل أمله لنفسي. عشان مش متلصق بحد. انا قررت اكل مخ حسن حظي ان هو هيطلعه لي طازه من راس البقره طازه. مخ مشوي دي اول مره اكلها في حياتي. بس نقف هنا، تعالوا نبتدي اليوم الاول. احكي لكم تجربتي مع الاكل في كازابلانكا لمده يوم كامل، والمفاجاه الجامده جدا اللي ما كنتش متوقعها، المخ المشوي. يلا بينا. صباح الخير من كازابلانكا. المفروض ان الزياره دي لمدن الجنوب، بس انا قررت ان انا اقعد في كازابلانكا يوم او اتنين قبل ما اطلع على مراكش وزازات والحته دي ان شاء الله. يعني النهارده هنزور السوق المركزي. يلا بينا. السوق المركزي في كازابلانكا او المارشي سنترال مش بس سوق للاكل، في حاجات كتير قوي، ويعتبر مزار مهم من مزارات كازابلانكا. انا عن نفسي قضيت فيه يوم حلو واستمتعت جدا. تعالوا نتفرج سوا. تعرفوا ايه دي بقى؟ دي اسمها قطارة. كانوا بيستخدموها زمان، بيحطوا مية وعطور او مواد عطرية من فوق، مع المية بتنزل مع المية ده فيها تعمل مية مقطرة بريحة للشرب او لغسيل الايدين. جزء كده في السوق عبارة عن ريستورانت طاجين فقط، عندهم أشكال بقى ونوع من الطاجين. بيسا لبواسون لطاجين. أوكي. ده طاجين دجاج. أها. طاجين دجاج بالخضار. أيوة. هذا طاجين لحم بالخضار. لحم بالخضار. لحم بالخضار. هادو طاجين سردين دولاب بالخضار. قررت اكل حاجه كده غير تقليديه. سلطه فيها شويه سي فود خضروات عشان انا بحب الاكل الهيلثي شويه. الغريب السلطه دي ان فيها رز من تحت، ودي برضو كانت حاجه جديده بالنسبه لي ان اكل سلطه فيها رز. شفتهاش في اي بلد قبل كده. سردين كبدايه حلوه. الخطوه الثانيه بقى مقيله جمبري او مقلايه جمبري، زي كده اومليت بالجمبري. ودي ما اكلتهاش قبل كده في المغرب. عشان اصدقائي المغاربه وحبايبي كلهم كانوا بيوصوني ان انا اغمس، بلاش اكل بالشوكه. حاضر. حلو قوي فطار الصبح، جميل بصراحه. الجو العام كله بتاع السوق حلو وهدوء، وصراحه الجو في شهر نوفمبر حلو قوي، مفيش حر خالص مفيش برد، الجو لطيف. منتهى الاستمتاع. المقلاية دي جامدة قوي، عايزة تركيز. عجبني جدا جدا. أهم بقى من المقلاية دي الشاي المغربي الأصيل.
من اكتر الحاجات اللي بحبها في المغرب الشاي بتاعهم، حقيقي حلو. حتى صوته ممتع مش بس طعمه. الله يرحم والديهم على الشاي ده. عارفين ايه ده؟ من عادات وتقاليد الاسر في المغرب لما بيستقبلوا الضيوف في البيوت بيستقبلوهم بميه دافئه عشان يغسلوا ايديهم. بيملوا ميه سخنه ويرحبوا بالضيوف، يغسلوا ايديهم قبل الاكل وبعد الاكل عشان ما يتعبش ويروح الحمام بنفسه. الاملو من اجمل الاكلات في المغرب، انا ما شفتوش غير في المغرب الحقيقه، وهو عباره عن لوز وزيت اركان معصورين مع بعض، ممكن يتعصر يدوي زي كده او يتعصر بمكان تاني كهرباء، ممكن يتاكل كده زي ما هو او يتحط عليه اضافات زي العسل او الكاكاو. انا استاذنت اصحاب المحل عشان اجرب عصوره بنفسي، مش بس عصوره بنفسي ده انا هعمله ليا كمان. اعمل الاملو لنفسي. طبعا بنحط اللوز الاول بزيت الارجان، اللوز فريش محمص بالزيت، بينزل بقى ايه كله فريش كده. املو املو طازه. تسلم ايديك. انا مش عارف انا هاكل ايه بس هتوكل على الله واكلها. على فكرة صاحي، هاكله صاحي. أنا من أكل لحوم البحر بسم الله، يعني تتاكل كده على بعض مرة واحدة كده أشربها 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 صاحية. والله العظيم جميلة. طب هدي واحدة كمان. في شطه؟ في شطه. نجربها المره دي بالشطه. الشطه هتبقى مختلفه. سكين البحر ده حلو قوي. يلا بينا نجرب حاجه ثانيه. اسمه ايه قلت لي؟ كلامس. ها استني استني اسمه ايه؟ كلامس. كلامس اه. بعد سكير البحر لازم اجرب الكلامس. انا ناوي اخلص على كل المخلوقات البحريه اللي في السوق. انا اكلت قبل كده في الرباط المحار ده بقى كلامس، مش عارف عباره عن ايه بس هو ريحته حلوه قوي. كمان واحد اكملها. اه ده لسه فيها لسه فيها. شي مليكة. انت بقى حفيدة مليكة. حفيدة مليكة. يا ونعمة ونعمة. ربنا يكرمك. كله حلو عندك. أنا مبسوط جدا. شكرا. أنا أول مرة أشوف الفاكهة دي الحقيقة يعني.
طعمها مش وحش، طعمها حلو، بس هي مش واضحة المعالم بصراحة، بس هي طعمها حلو. هما بيقولوا لي اسمها بوخنو، أول مرة أكلها بصراحة وأول مرة أشوفها. ولو أكلت منها كتير أو لو أكلت منها كمية بترخي خالص وتنام، يعني بتساعد على النوم. مخدر طبيعي. في محل في السوق المركزي بيبيع لحم الخيول بس. خير. ده اسمه ايه؟ واحد البسطيله. قال البسطيله. اسمه ايه ده يا باشا؟ باكور هندي. باكور. باكور هندي. باكور هندي. ممكن ادوق واحده؟ باكور هندي حلو قوي. هات 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 تاني. بص بقى افضل قطع لغايه لما اقول لك كفايه. عجبني قوي الباكور الهندي ده. هو زي التين الشوكي عندنا في مصر بس ليه طعم تاني يعني. باكوره الباكور الهندي يعني خلاصه الباكور الهندي. حلو حلو قوي يا جماعه، حلو قوي. الدكتور اللي كان بيبيع الباكور الهندي ده دلوقتي بيقول لي ده مفيد جدا للكلى، مش علاج بس مفيد للكلى، يعني منقي، بينظف الكلى، بيطهر الكلى. المحلات اللي هي بيبقى فيها سندوتشات وحاجات سناكس خفيفه وعصاير. انا طلبت عصير افوكادو و فلان. فلان ده زي الكريم كراميل بالظبط عندنا في مصر. عصير افوكادو بالعسل وفلان. فلان كريم كراميل. فلان بيسموه فلان هنا، بس هو كريم كراميل. عليه بينوت. الفول السوداني هنا بيسموه كاوكاو، فده فلان بالكاوكاو. كان من حسن حظي وانا بتمشى على الكورنيش قريب جدا من موروكو مول، منطقه مطاعم او جزارين بيبيع اللحمه فريش ويسويها لك وانت واقف. ورا الجزارين على طول في مطعم بتعمل الاكل وتسويه زي ما انت عايز وتقعد تاكل. وكانت المفاجاه الحقيقيه بالنسبه لي هي طريقه عملهم للمخ، غير ما كنت باكله خالص طول حياتي. شكل السجق عندهم جامد قوي يا جماعه. انا هجرب حاجه جديده. اتفرجت عليها دلوقتي. هاكل المخ طازه، لسه طالع مذبوح وطالع طازه. ما شاء الله. الله عليك. كمان طلبت كفته هيعملها لي دلوقتي طازه، يعني هو دخلها دلوقتي على المخربه جاهزه. كفته مخ. كفته 300 جرام والمخ كامل بتاع البقره او الجاموسه 80 درهم.
نخش بعد تسوية. مرة كلها في حياتي عملت كفتة بس مش عارف بقى هضرب كل ده ولا لا. يا جماعة ريحتها وهمية والله، يعني بجد حاجة تجنن كده. طبعا الشاي المغربي اللي ملوش لمسين ده، وعيش معمول في الفرن تحت الأرض مش فرن عادي زي بتاعنا. يلا بينا نفتري بقى. انا عمري ما اكلت مخ بالحلاوه دي بصراحه، فريش وطعم جدا وطعمه ولا عليه اي حاجه خالص. هو ما حطش عليه اي حاجه، هو حطه على الشوايه وجابهولي مع حاجات السلطه والحاجات الجميله دي والعيش التحفه ده. وزي ما المغاربة قالوا لي بغمس، ما باكلش بالشوكة والسكينة. أحلى حاجة في التجربة إنك تجيب الحاجة طازة من الجزار بنفسك على باب المطعم، تخش تسويها زي ما أنت عايز وتاكلها بالشكل اللي أنت عايزه. وعلى فكرة الراجل ما خدش 10 دقايق على الشواية، يعني 10 دقايق بالظبط كان جايب الأكل كله. حاجة جميلة جدا. طيب أنا دفعت كام بقى يا جماعة؟ الشواية 15، سلطة 10، سلطة برضو 10، أتاي صغير اللي هو الشاي 10، وتفرنوت اللي هو رغيف العيش 6، 51. يعني الوجبة كلها على بعض 130 درهم، مخ كامل و 300 جرام كفتة مشوية، مفيش أحلى من كده. وسلطات وعيش وشاي 130 درهم. أنا مش عايز أمشي من المغرب، أنا هفضل قاعد هنا. شكرا على المخ، حلوة قوي 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 قوي، احلى حاجة انه فريش بصراحة. شكرا، انا هاجي تاني اكيد، انا هاجي تاني اكيد ان شاء الله. شوفكم في اكلة تانية، شوفكم في اكلة تانية. اتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم، وياريت لو عجب حضراتكم تعملوا شير ولايك وسبسكرايب عشان القناة تكبر بيكم، وعشان نقدر نوصل لأماكن ابعد واكتر ونفرجكم على حاجات احلى. وشكرا على حسن المشاهدة.